من الطفولة والتراث وجذورها الفنية، أطلقت المصممة روابي أبو غزالة معرض المجوهرات الفني الخاص فيها في دار الأندى. هالمعرض اللي استوحته من الطبيعة بخيال تمت صياغته بتفاصيل ما بتعبر إلا عن إبداع لا متناهي. اسم المعرض ميتامورفكس، ميتامورفكس اللي هم التحولات اللي بتصير مع الإنسان، اللي أنا بطرحها في المعرض تبعي فكرة التحول أو التغير اللي بيصير في داخل الإنسان. يعني هلأ لأني أنا سافرت وعشت برا وبرجع على البلاد وبصير عندي ذاكرة، بصير عندي رجوع للطفولة، عم بحس بالتغير اللي عم بصير معاي، علاقتي بالحضارات الثانية ومن خلال السفر ومن خلال معرفتي بالناس ومن خلال معرفتي بالنساء الأخريات اللي موجودين في هذا العالم من ثقافات ثانية، من حضارات ثانية، من أفكار ثانية، من بيئات مختلفة، هي اللي عملت عندي هاي الفكرة إنه أعبر عنها وأعبر عن الوحدة رغم الاختلاف في هذا الموضوع. على مدى 25 عام من العطاء المتواصل، روابي صممت أكثر من 400 قطعة فنية من المجوهرات، بالإضافة لأكثر من 100 لوحة فنية، بالإضافة لمشاركات متعددة في معارض في الأردن وخارجه. معرض الفنان روابي أبو غزالة فعلاً يعني إشي بتباهر فيه الواحد، يعني عم تعمل عم بتضاهي الناس من العالم بهالديزاينز اللي عم تعملها بهالبساطة، بس في إلها كتير يعني إشي رائع بالنسبة للألوان، بالنسبة للديزاين، بالنسبة للشغل نفسه. فعلا بحد ناس كلها تعرف هذا الشغل وشو الأزواق تبعها، لأنه عن جد بتضاهي العالم كله فعلا أشياء بمحلها وبمنطلق أنه عم تعمل فن. أنا بصراحة يعني مش أول مرة باجي على المعارض اللي بتعمل الفنانة روابي، أنا مغرمة بالفن تبعها، إذا بتقدر تشوف يعني بشتري من عندها شغلات، لأنه فنها يعني حساس، يعني بتوصل على الأنوثة تبعت الست، بتحكي لحالها، يعني لما أنت بتشتري قطع من عندها أو بتشوفها بتصير تحكي لحالها، الألوان، الإحجار اللي بتستخدمهم، الطريقة تبعت الشكل اللي بتعطي للمجوهرات اللي بتسويهم كتير حلوين. فأنا بالنسبة لإلي يعني إجيت اليوم على المعرض اللي صار لها هي فترة مو عاملة، بس اليوم عندها شغلات كتير حلوة، في عندها قطع كتير حبيتها بتحكي عن الحياة، يعني لما بتشوفها يعني هي لحالها عم بتعبر عن الفكرة اللي هي بدها توصل لكل ست بتحب تشتري من عندها أي قطعة حلوة. يعني من إيمانها المطلق بأهمية المجوهرات للمرأة ومدى تأثيرها عليها وعلى شخصيتها من خلال تميزها بالقطع اللي بترتديها واللي بتعطي انطباع عن روح المرأة من الداخل اللي بينعكس من خلال مجوهراتها الخاصة، قدمت روابي أبو غزالة هذا المعرض للمرأة المميزة. أحمد الكيلاني، رؤيا.